الحقيقة استشهد وهو بشكل رائع. عظيم الراجل ده والله، عظيم حيا وعظيم ميتا، عظيم وهو واقف بيخطب، وشاء القدر انه يبقى عظيم حتى في الصور اللي هم نشروها عنه. كلمني انا بقى، انا فنان تشكيلي، واقول لك على جمال صورة الراجل ده اللي هم نشرينها له، وهم اغبياء فاهمين ان دي حاجة مذلة. الصورة بتقول قد ايه الراجل عظيم. تخيل يا اخي انه الصور حتى اللي نشرينها له ميت وهو مسلح، ميت وهو رفع راسه. في بعد كده عظمة. مش ميت بقى وهو مريل، مش ميت وهو محبي على الارض، مش ميت وهو بيبوس ايدين العدو، لا، ده ميت رافع راسه. السنوار اللي تم اختياره رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بعد اغتيال اسماعيل هنية في ايران في شهر يوليو اللي فات. الاحتلال الاسرائيلي اعلن النهاردة انهم اغتالوا يحيى السنوار. حتى الجندي اللي اغتاله ما كانش يعرف، او اللي صوره، ان ده يحيى السنوار. يحيى السنوار اللي بيعتبروه العقل المدبر ومهندس عملية طوفان الاقصى.